مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب. من محافظة الغربية بنحييكم، وخاصة من مدينة كفر الزيات. النهاردة في تكملة سلسلة حلقاتنا مع دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والعمود الفقري، بنقدم حلقة جديدة خالص النهاردة وفريدة من نوعها بمعنى أصح. النهاردة دكتور محمد هيكلمنا في موضوع مهم جدا، موضوع يكاد يقرب جميع البيوت، وهو لين العظام عند الأطفال. موضوع لين العظام عند الأطفال موضوع صعب، مش موضوع سهل، موضوع كبير يكاد يكون بيقرب كل أم موجودة في أي بيت. فالنهاردة إن شاء الله دكتور محمد هيكلمنا باستفاضة عن لين العظام عند الأطفال، وهنشوف هيقول لنا إيه في حلقتنا. ابقوا معنا. دكتور محمد، في بداية حلقتنا أنا برحب بحضرتك جدا وبقول لك أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البرنامج في سلسلة حلقتنا حوار مع طبيب. أهلا وسهلا بحضرتك، نورانا ومشرفانا النهاردة. مرسي. إن شاء الله تبقى حلقة قيمة الكل يستفيد منها إن شاء الله. تفضل دكتور محمد. زي ما ذكرت في بداية الحلقة النهاردة بتاعتي إن إحنا هنتكلم على موضوع مش سهل، موضوع يقرب كل أم وكل بيت، اللي هو لين العظام عند الأطفال. عايزة أعرف من حضرتك أولا مبدئيا يعني إيه كلمة لين العظام عند الأطفال، أو فيما معناه باللغة الدرجة الكساح. هنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا، بيمس كل البيوت، بيمس أحفادنا وأولادنا والجيل اللي طالع كله. لو ما خدناش بالنا منه هندخل في مشاكل ونعاني من مشاكل كبيرة قوي في الأجيال اللي طالع. طيب مبدئيا نعرف لين العظام. لين العظام عبارة عن خلل في النمو العظام الهيكلية للجسم، بينشأ نتيجة نقص الفيتامينات، نقص الكالسيوم، نقص بعض المواد الغذائية، نتيجة لأسباب كتيرة قوي، من أهمها اللايف ستايل عند الأطفال والتغذية السليمة أو التغذية الغير سليمة. ده مبدئيا تعريف لين العظام عند الأطفال. لو جينا نتكلم عن المشكلة في حد ذاتها، طبعا ما فيش طفل، ما فيش أم، ما فيش أب، ما فيش جد، ما فيش حفيد، كل الفئات وكل الأعمار بتحصل فيها في بعض الفترات خلل في التغذية، سواء مقصودة أو مش مقصودة. لايف ستايل بيفرض علينا بعض الحاجات. بعض الأطفال اللي بيعيشوا في مناطق ما بتعرضش للشمس كتير، في بعض العشوائيات، في بعض الأماكن الصعب الخروج فيها نتيجة درجة الحرارة العالية، الجفاف والرطوبة العالية، فبالتالي معظم الأطفال دلوقتي أو أولادنا قاعدين يا إما في التكييف يا إما في أماكن ما فيش شمس. غير كده الاطفال بالنسبه لنا بيقعدوا فترات طويله قوي، وخصوصا فتره الصبح نايمين، ما بيتعرضوش للشمس في الوقت المناسب. أكيد. نفس الوقت خوف الام زياده عن اللازم، الاهمال شويه في بعض التغذيه، ما بتهتمش بالتغذيه السليمه للطفل، ان انا اديله فيتامينات، ان انا اديله خضروات، ان انا اديله فواكه، ان انا اعوضه عشان جسمه في مرحله النمو ومحتاج الحاجات دي كلها، فبندخل في مشاكل لين العظام اللي هنتمنى ولها النهارده بصوره مبسطه. طب دكتور محمد، حضرتك عرفتلي يعني ايه كلمة لين العظام. سؤالي دلوقتي بيقول الام لها دور اول في حكاية لين العظام من اول تغذيتها هي وهي حامل. سؤالي صحيح واضح ولا لين العظام بيبدأ يظهر على الطفل من بعد الولادة او في سن معين من بعد الولادة مباشرة؟ الاطفال بيبدأ مشكلة لين العظام عندهم من اثناء الحمل. الام اللي ما بتتغذاش كويس، الام اللي ما بتاخدش كالسيوم، الام المهمله في التغذيه السليمه بتاعتها، بينشا عن هذا الحمل طفل او جنين ويتحول معايا لطفل بعد كده عنده مشاكل في كثافه العظام. تمام. يدخل بعد كده معايا لين العظام. تمام. الطفل عندي لحد سن 6 شهور بيبقى عنده مخزون من اثناء الحمل. بعد فتره الحمل، بعد فتره الولاده، الطفل عنده مخزون في جسمه تكفيه 6 شهور. بعد 6 شهور مفيش حاجه تكفيه تاني، او معنى صح يمكن الكميه اللي خدها من اثناء تواجده في رحم الام ما تكفيهوش، فبالتالي يدخل معايا في مشاكل ويظهر عليه اعراض لين العظام. الطفل طبعا الفئه العمريه اللي بنلاحظ فيها لين العظام او اللي المفروض نبقى اورينتد ان احنا نلاحظ فيها الفتره دي من سن 6 شهور ل 36 شهر، عشان خاطر نلحق نعالج الطفل كويس وما يعانيش من مضاعفات لين العظام. طب دكتور محمد، احنا عشان نقول ان الطفل ده عنده لين عظام، اوريدي الام بتلاحظ حاجات معينه في البيت عندها على الطفل، وطبعا بتلجا لحضرتك او للطبيب المختص في العظام عامه،
تعرف منه ايه موضوع اللي الطفل رجل الطفل مش مظبوطه، حاسه ان هو هيبقى عنده كساح، بتبقى قلقانه طبعا متوتره، فعايزه تعرف فايه الاعراض اللي ممكن تبان عندي على الطفل عشان تحدد لي ان هو فعلا ممكن يبقى عنده قليل نظام. اثناء فتره الحمل متابعات الاشعات السونار الاشعات التلفزيونيه على البطن، بعد طبعا الدكاتره المتخصصين بيديني كثافه العظام، هل العظم ده نسبه الكالسيوم فيه كويسه ولا لا. طب لو انا عندي الطفل كثافه العظام فيه مش كويسه اثناء فتره الحمل، بيتولد بمشاكل، ممكن يحصل له تشوهات في القدمين، تشوهات في الطرفين العلويين، تشوهات في العمود الفقري، وبعض الاحيان تشوهات في الجمجمه. الحاجات دي كلها ممكن تظهر منذ الولاده. طب لو جينا الطفل اتولد كويس مفيش مشكله، بس عشان يظهر عليه اعراض عندي زي ما قلنا بعد سن 6 شهور، ممكن نلاقي حاجات كتير قوي، من اول الام بسيطه مع حركات المفاصل، الطفل وهو بيلعب بنلعبه بنغير له بنخلي بال نعمله الكير العادي بتاعه، بيبقى في الام في المفاصل، بعض التشوهات، بعض التشنجات في العضلات، بعض الاعوجاجات في عظمه الجمجمه، وخصوصا الطفل اللي بيتعود ان هو ينام على جنب واحد فبيظهر فيه. طب دي كلها اعراض بسيطه، ممكن يوصل عندي لمراحل الالتهاب، ان المفصل يحصل فيه مشكله.